يلزم انت معايا واش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشر جديد، اللحظة التي ينتظرها المغاربة، اللحظة الحاسمة، واللحظة التي ينتظرها جميع المغاربة إن شاء الله وبحول الله. دعيو مع الطفل ريان، يعني ما بقى ليه والو. إن شاء الله في هذه الأثناء الجرافات تقترب، يعني كما كتشوفوا على المباشر اخواني ومتتبعي جريده هيبا بريس في هذه الاثناء. رجع شويه اخويا، رجع صافي، رجع حيدنا من يلا يلا. في هذه الاثناء يعني كما كتشوفوا الجرافات تصل الى عمق 30 متر لانقاذ الطفل ريان. دعيو مع الطفل ريان في هذا المباشر، بارطاجوا هذا المباشر الاخوان. يعني ما تبقى الا دقائق قليلة، مجهودات متواصلة لرجال الوقاية المدنية وكذلك الجرافات، يعني اللي ما بقى ليه والو. إن شاء الله دعيهم على الطفل ريان، يعني ما بقى ليه والو، ويعانق الأم ديالو والأب ديالو. يعني كما كتشوفوا أن جميع المغاربة اليوم يعني تنتظروا هاد اللحظة هذه التاريخية اليوم، يعني اللي غادي تبقى مشهودة للمغرب ديالنا. يعني المجهودات الجبارة اللي داروها يعني رجال الوقاية المدنية وكذلك يعني اليوم يعني تنفتخروا يعني بهذه المجهودات الكبيرة اللي اليوم غيتم الإنقاذ ديال هذا الطفل ريان. الحمد لله، يعني ما تبقى إلا دقائق قليلة إن شاء الله، لم يتبقى إلا دقائق. ادعيوا مع الطفل ريان، ادعيوا مع الطفل ريان أخوتي، يعني ما بقى ليه والو. ان شاء الله الجرافات يعني من يعني مستمره يعني متواصله، الناس ما ناعسينش، رجال السلطه يعني ما ناعسينش، كل شيء هنايا يعني رجال الدرك الملكي، السلطه المحليه وكذلك يعني الناس الطاقم الطبي هنايا. يعني ان شاء الله قريب ان شاء الله الطفل ريان غادي يخرج، والحمد لله يعني المفاجاه الساره وهو ان الطفل ريان انه شرب شويه ديال الحليب وعطاو شويه الخبز هكاك. لا، هادشي اللي يعني سمعناه من بعض الاخوان. الحمد لله، يعني ما تبقى الا لحظات قليله ان شاء الله، وغادي يخرج الطفل ريان عند الاهل ديالو، وغادي يعانق يعني العائله ديالو ان شاء الله في هذه الاثناء. يعني ما بقى والو، يعني كما كتشوفوا ان رجال السلطه هما راه بداو تيعطيو الاوامر ديالهم يعني باش يخويو ليه الطريق. يعني كما كتشوفوا يعني ما تبقى الا بضع دقائق. الحمد لله، يعني بارطاجيو هذا اللايف، بغيناه يوصل يعني جميع المغاربه وكذلك دول العالم، يعني الصحافه العالميه اللي نشرات هذا الموضوع هذا. الحمد لله، يعني عندنا الحمد لله يعني طاقم يعني الكبير، المجهودات كبيره ديال الدوله ديالنا، الدوله المغربيه، اللي اليوم هاد الطفل كما كتشوفوا جميع الاجهزه ساهره باش تنقد الطفل ريان، واعتبروه يعني اعتبروه الابن ديالهم، واعتبروه الاخ ديالهم، كل شيء منعش. يعني ما تبقى الا لحظات قليله، يعني كما كتشوفوا كنقربوكم من الوضع، يعني كما كتشوفوا ما تبقى الا لحظات قليله هنا بمكان الفاجعه اليوم. ولكن الحمد لله، يعني اليوم غادي نفرحوا جميع المغاربه، غادي يفرحوا، وكننتظروا اللحظه الحاسمه اليوم التي ينتظروا جميع المغاربه، وهذه اللحظه التاريخيه. يعني دعيوا مع الطفل ريان، يعني دعيوا مع الطفل ريان، الله يخليكم يعني جميع المغاربه انهم يبارطاجيو هذا اللايف ويدعوا مع الطفل ريان. يعني راه ما بقى والو ان شاء الله، ما بقى والو، يعني كما كتشوفوا ها هما الجرافات. انا غادي نقربكم يعني تقريبا نصف متر اللي باقي دابا، والحضور ديال يعني مجموعه من الاجهزه اليوم هنايا اللي ساهره على انقاذ هذا الطفل ريان. وهذه اللحظه تاريخيه اللي اليوم غتبقى كتشهد لها التاريخ، انهم نقدوا واحد الطفل هنايا في منطقه نائيه، لمنطقه يعني وعوره ديال الصعوبه، يعني منطقه جبليه لصعوبه ديال انك باش تطلع لهذه المنطقه هذه. الحمد لله، يعني الطاقم اللي كيسهر على هذا الانقاذ ديال هذا الطفل ريان اليوم، الحمد لله احنا يعني مسرورين عندنا ان الطاقم هذا اللي اليوم غادي ينقذ هذا الطفل ريان، وكننتظروا هذه اللحظه التاريخيه واللحظه اللي اليوم انني صراحه عجزنا على الكلام، لاننا كننتظروا هذه اللحظه التاريخيه. وبقوا معايا الاخوان، هذا اللايف غادي يبقى ان شاء الله مستمر،
هذا اللايف اللي ما غاديش يتحبس، غادي يبقى مستمر حتى الخروج ديال الطفل ريان ان شاء الله. يعني بارطاجيو هذا اللايف هذا ان شاء الله، غادي نبقاو مستمرين في هذا اللايف هذا ان شاء الله حتى يخرج الطفل ريان، وغنقربوكم من كل جديد والتفاصيل اللي غتبقى دائما دابا يعني على هبه بريس، يعني بكافه الاجهزه اللي عندنا غادي نبقاو ساهرين باش نخليو التليفون غيبقى في لاشارج باش كل كبيره وصغيره. نعم، وكانت يعني التصريحات حصريه على هبه بريس من عند الام والاب ومن عند العائله ومن عند الاقارب ديال الطفل ريان، يعني اللي اليوم كيشهدوا الناس يعني الطاقم كله اللي ساهر اليوم، واليوم حنا ما ناعسينش وهذا اللايف غيبقى مستمر حتى خروج ديال الطفل ريان. وبقوا معنا في هذا المباشر هذا ان شاء الله، وراه ما بتبقى الا لحظات قليله اخواني ومتتبعي جريده هبه بريس. نتواجد الان يعني بمقربه من البئر اللي طاح فيه الطفل ريان، يعني كما كتشوفوا كذلك رجال السلطه يعني اليوم اللي حاضره، وكذلك يعني كسهره يعني الناس ما نعسوش صراحه، جهود مبذوله وجهود يعني اللي مكتفه كل السلطات، يعني كان هذا اليوم كيبرهنوا ان انهم يعني العمل ديالهم ان الحمد لله راه غاديين، وغادي ان شاء الله غادي يخرج الطفل ريان دابا غادي يخرج ان شاء الله. بقاو معنا في هذا المباشر هذا، يعني كما كتشوفوا انا غنقربكم من هذا من البلاصه، يعني ها البلاصه بالضبط هي هذه، هنا من غادي يخرج ان شاء الله الطفل ريان، هنا من غادي يخرج الطفل ريان دابا تقريبا، يعني ما تبقى الا لحظات قليله ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي يخرج الطفل ريان، وغادي تفرحوا به جميع المغاربه، وغنبرهنوا الجميع يعني لان الحمد لله عندنا اجهزه اللي قائمه بالذات ديالها وخدامين اللي سهروا، وكاين بعض الناس يعني اللي تيقول لك لا، ولكن داروا هاد الناس داروا الخدمه ديالهم كما كتشوفوا في هاد الاثناء لحد الساعه باقى الجهود متواصله. وبقوا معنا اخواني ومتتبعي جريده هبه بريس اللي غنبقاو مستمرين في هذا اللايف المباشر اللي غادي يبقى مستمر حتى الخروج ديال الطفل ريان. حنا وعد من جريده هبه بريس ان هذا اللايف غادي يبقى مستمر الى حين الخروج الطفل ريان سالما عند الام والاب ديالو ان شاء الله. كنتمناو منكم انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش تكون واحد الفرحه كبيره للجميع المغاربه ان شاء الله. بارطاجيو هذا المباشر هذا ان شاء الله اخوتي، احنا غادي نبقاو مستمرين في هذا المباشر حتى الخروج ديال الطفل ريان. يعني كما كتشوفوا هنا لم يتبقى القليل، يعني ربما متر اللي باقي، ولكن راه قربوا، يعني انتم الجهود راه نظرا هانتوما يعني كما كتشوفوا معنا راه قريب ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي يخرج الطفل ريان ان شاء الله، دابا غادي يخرج ان شاء الله الطفل ريان. بارطاجيو هذا اللايف يا ربي تحفظوا الام ديالو والعائله ديالو، وهالشيء يعني صراحه شكر موصول لجميع السلطات اللي ساهره اليوم على هاد الجهود المبذوله لانقاذ الطفل ريان وطفل الولد المغاربه كاملين والاخ ديال المغاربه كاملين. اليوم نتمنى من الله سبحانه وتعالى الخروج ديال الطفل ريان سالما الى العائله ديالو والى جميع المغاربه. هذا الطفل ريان ولا ولد المغاربه كاملين والحمد لله. وهذا يعني ربما السقوط ديال هذا الطفل ريان بين مجموعه من الامور، بين ان الحمد لله عندنا ناس مسؤولين اللي اليوم كيسهروا على هذا الانقاذ ديال هذا الطفل ريان، لا السلطات المحليه لا يعني الدرك الملكي او الطاقم الطبي المشرف عامل ديال الاقليم اليوم اللي كيحضر شخصيا للمنطقه وتيصبر العائله ديال الطفل ريان. يعني اليوم صراحه كنتمناو يعني ما تبقى الا لحظات قليله على العناق ديال الطفل ريان، كنتمناو يخرج بخير لانه بعد كان الحمد لله يعني تيمدوه بالاكسجين، وهذا يعني فكره جيده من يعني انه تيبقاو تيمدوه بالاكسجين مره باش كيبقى على قيد الحياه. الحمد لله الطفل ريان باقي على قيد الحياه، وجهود مبذوله من طرف السلطات ومن طرف الناس ديال الوقايه المدنيه اللي شكر كبير رغم الوسائل يعني البسيطه، وانهم تيبذلوا واحد المجهود كبير، يعني كما تشوفوا رغم الوسائل اللي عندهم انها وسائل غير متطوره، ولكن الحمد لله
بهذه الوسائل نظرا للصعوبه ديالها في الجبال هنايا، يعني اللي تيقول ان هذه المنطقه راه سهله، انا خصني نجي هنا ويشوف هذه المنطقه كيفاش دايره، لان الا بغيتي تطلع غير الجبل هنايا راه صعيب باش تطلع، راه الناس تيطلعوا غير بزاز لهذا الجبل هذا. يعني بقاو معنا اخواني ومتشبعي جريده هيبه بريس. الان حنا من امام هذا المكان هذا اللي طرات فيه الفاجعه اليوم. الطفل ريان الحمد لله ما بقى ليه والو، ان شاء الله ويخرج. وهذا شكر يعني غادي تكون واحد الفرحه كبيره، فرحه كبيره للعناق ديال الطفل ريان مع الام ديالو، اللي الام ديالو يعني باتت البارح هنا ومازال ما جاش النعاس. وجميع المغاربه يعني كل شيء تعاطف مع الطفل ريان، جميع المغاربه يعني الدول يعني الدول العالم يعني صفحات عالميه تعاطفات مع الطفل ريان وتعاطفوا مع الطفل ريان. الحمد لله ما تبقى الا لحظات قليله والخروج ديال الطفل ريان يعني اللي كينتظروه جميع المغاربه. اليوم حنا امام مكان الفاجعه هنايا باقليم الشفشاون، يعني هاد المنطقه يعني اليوم اللي تتعرف واحد الحشود ديال يعني كنشوفوا معايا مجموعه من السيارات، يعني جميع المغاربه جاوا اليوم يعني بكثافه لهذا المكان هذا. يعني لو نقربوكم من هذا يعني المكان يعني في يمكن هذه الفاجعه هذه غتشوفوا مجموعه من السيارات، يعني ربما الاف السيارات جاوا هنا، وكذلك المواطنين يعني تيطلعوا الجبال. يعني كما كنشوفوا جميع السلطات حاضره اليوم، يعني الدرك الملكي وكذلك القوات المساعده اليوم يعني اللي تيبذلوا واحد المجهودات كبيره، يعني كما كتشوفوا مجهودات كبيره ما نعسوش. يعني الصعوبه ديال هاد يعني كما كتشوفوا مباشره اخواني ومتتبعي جريده هيبه بريس، رجال الدرك الملكي يعني تيبذلوا واحد المجهودات كبيره اليوم يعني باش انقاذ الطفل اشرف، الطفل ريان اليوم يعني اللي تينتظروه جميع المغاربه. يعني هاد اللحظات يعني اللي صراحه لحظات يعني حزينه، لحظات الفرح يعني ما لا يفهم بها الا الى واحد قليل. اللي دابا غادي نشوفوا الطفل اشرف الطفل ريان ان شاء الله. كما كنشوفوا متتبعي جريده هيبه بريس، يعني الان حنايا امام مكان هذه الفاجعه، يعني كما كتشوفوا الجرافات مستمره في البحث والحفر على هذا، يعني ما تبقى الا امطار قليله والوصول لهذا العمق ديال 30 متر ديال اللي عالق فيها الطفل ريان. مجهودات متواصله لانقاذ الطفل ريان الان من مكان هذه الفاجعه. جميع الاجهزه يعني الامنيه والسلطات يعني كل شيء اليوم سهر، الناس ما نعسوش، يعني الناس ما نعسوش، يعني كاينين الناس يعني عامل ديال الاقليم يعني اللي كيجي كيصبر العائله. وهذا يعني اليوم كنشاهدوا اليوم لهذا الانجاز كبير ديال هذا الانقاذ ديال الطفل اشرف ديال الطفل ريان، راه انجاز كبير، انجاز كبير يعني اللي تحققته يعني الدوله ديالنا المغرب. الحمد لله اللي صراحه اليوم هذا ان شاء الله غادي فرحة كبيرة كنتظروها اخواني ومتتبعي جريدة هيبة بريس معنا دائما. هذا اللايف راه غيبقى مستمر اخواني، بالنسبة لاخواني ومتتبعي جريدة هيبة بريس اللايف يعني غيبقى مستمر الى حين خروج الطفل اشرف، وهذا غيكون تحدي اللي خداته يعني الطاقم ديال جريدة هيبة بريس يعني اللي متواجد الان بمكان هذا الاقليم هذا مكان الفاجعة. خدينا واحد التحدي بان هذا اللايف غادي يبقى مستمر الى حين الخروج ديال الطفل ريان. كنتمناو ان شاء الله انه يعني ما تبقى الى لحظات قليله تفصلنا اللحظه التي ينتظروا جميع المغاربه وينتظروا يعني الناس، يعني كل شيء كينتظروا هذه اللحظه هذه. ان شاء الله غادي نبقاو مستمرين في هذا البث المباشر الى حين الوصول والخروج ديال الطفل ريان، يعني اللي الحمد لله راه كيمدوه بالاكسجين، عطاو انه ياكل، يعني مراقب بالكاميرا يعني تحت الحراسه يعني 24 ساعه على 24 ساعه، لان الناس كينتظروا هذه اللحظه ان شاء الله الخروج ديال الطفل ريان. سمحوا لينا اننا راه بقينا نهضروا بزاف، وكاين يعني الصدمه من جراء الصدمه راه حنا ما بقيناش صراحه سد رجع شويه. دائما متتبعي جريدة هيبة بريس دائما من مكان هذه الفاجعة هذه اللي الحمد لله اليوم غتحول لمكان ديال الفرحة ومكان ديال السرور، لأن السلطات كتبذل المجهودات ديالها من أجل إنقاذ الطفل ريان اليوم. يعني كنتمناو أنه أستاذ طيب
بلاتي اخويا العب. كما كتشوفوا الجرافات اخواني غادي نقربكم من هاد الجرافات هادو اللي مستمرين اللي كما كتشوفوا راه ما بقى والو ان شاء الله غادي يجيبوها الطفل ريان اليوم متتبعي جريدة هيبا بريس كنتمناو اطول مباشر اللي غيكون تحدي ديال انه غادي يبقى المباشر مستمر الى حين خروج طفل ريان اللي ما بقى الا لحظات قليلة تفصلنا على خروج طفل ريان سالم بصحة جيدة الى عائلته ان شاء الله. اللي كانت جهود مبذولة من طرف جميع السلطات اليوم والوقاية المدنية رغم التجهيزات يعني ما كاينش معدات متطورة ولكن راه تخدموا بوسائل اللي نظرا للصعوبة والوعورة ديال هاد الجبال هنايا اللي يعني مجموعة من الناس راه كينتاخذوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ما عارفين الصعوبة وما عارفينش أن كل خطوة تياخذوها راه كاين خبراء هنايا اللي كياخذوا كل خطوة وإلا كي عندها واحد الحسابات لان كاين بعض الناس يقول لك ان ربما يديروا ولكن راه كاين حسابات كاين خبراء هنا كاين مهندسين يعني اللي تيعرفوا يعني هذه الصعوبه وهذه الوعوره ديال هذه المنطقه الجبليه ان راه ربما غير حسابات راه الا مشيتي غير درتي شي امر ماشي هو هذاك ربما تقدر تخرج على هذا الطفل هذا ويقدر يعني انهيار ديال هذا البئر هذا. دائما متتبعي جريدة هيبا بريس حنا من امام هذا المكان هذا ان شاء الله غادي نبقاو مستمرين في هذا البث المباشر ان شاء الله. الله يحفظك العيلة الأحمر الله يرحم الوالدين عود واحد شوية الله يخلي لك المهمة شكرا شكرا. غادي نبقاو إخواني متتبعي جريدة هيبا بريس متواصلين في هذا البث المباشر دون الانقطاع إن شاء الله اللي غادي يبقى هذا البث المباشر فيه كل تطور وفيه كل جديد على الحالة ديال ريان. يعني احنا مازال مستمرين في هذا البث المباشر من مكان هذه الفاجعه هذه باقليم شفشاول الى حين الخروج ديال الطفل ريان ان شاء الله. استاذ الله يخليك شوف الطفل صراحة الطفل المسكين بطل الطفل ريان بطل يعني اللي صراحة تحمل هاد المأساة هذه المأساة يعني تحت الأرض يعني الله سبحانه وتعالى العظمة ديال الله سبحانه وتعالى أن ربي سبحانه وتعالى أنه يعني مساعده أن الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى أن الطفل الله سبحانه وتعالى ربي بغاه يعيش الطفل هذا لله سبحانه وتعالى عظيم.
مازالين مستمرين في هذا البث المباشر إلى حين الوصول الطفل ريان. نقربكم من شوية، يعني غادي نجيو من هذه الزاوية أخرى، من زاوية أخرى. تابعوا معنا مشاهدينا. الو مازالين مازال أخويا الهواء كذا. إلى حدود هذه اللحظات لا تفصلون إلا بضع لحظات دعواتكم، يعني جميع المغاربة كنتمنوا أنكم إن شاء الله دعوا معه. اللهم كما أخرجت سيدنا يونس من بطن الحوت وأخرجت سيدنا يوسف إن شاء الله. يعني اسمحوا لينا على البث، انقطع البث نظرا لضعف الشبكه ديال الانترنت هنايا، هنا بالمنطقه راه يعني راه مشكل ديال الانترنت هنايا، مشكل كبير ديال الانترنت. الى حدود ساعه راه لا تفصلون الا بضع لحظات ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى على خروج هذا الطفل هذا. كنتمنوا الكل يترقب، الكل مجند هنا بأمام مكان هذه الفاجعة هذه لليوم. صراحة خبر اللي تعاطف مع جميع المغاربة، يعني كل شيء كل شيء ما نعش، يعني ناس رغم ما عندهمش وقيلة وسائل التواصل الاجتماعي وما عندهمش التلفاز وصلهم هذا الخبر هذا، يعني نظرا تعاطف كبير اللي خداه الطفل ريان، اللي خداه الطفل ريان. يعني المغاربة كاملين اليوم متعطشين ان يخرج الطفل ريان، واللحظة لحدود ساعة كنتمناو تكون الجمعة ان شاء الله، يخرج يوم الجمعة ان شاء الله، الجمعة تكون مباركة ان شاء الله، ويخرج الطفل ريان عند العائلة ديالو. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. يعني كما كتشوفوا جميع السلطات نزلت هنايا للمنطقة، جميع المسؤولين، جميع الطاقم، لا سواء الطبي لا المسؤولين الأمنيين هنا للمنطقة، كل شيء تعاطف مع الطفل ريان. كنتمناو أنه يخرج في هذه اللحظات، نتمنوا انه يخرج في هذه اللحظه، دعوا مع الطفل ريان انه يخرج ان شاء الله لعند العائله ديالو، للام ديالو انها ما تنعش كما كتشوفوا. الى حدود الساعه لا زالت الجهود مستمره لانقاذ يعني الطفل ريان، يعني اللي بدا واحد مجهود كبير، يعني يعتبر بطل، يعني من الابطال، يعني اللي رغم القساوه ديال مازال مقاوم، يعني حتى هو راه بطل ومازال باغي يعيش، مازال باغي يزرع الامال. نعم الاخ امين غينضم ليا الزميل امين شطيب، يعني تفضل سي امين، مستمرين في هذا اللايف
دون انقطاع ان شاء الله. يعني سي امين اليوم بالنسبه يعني شحال باقي دابا تقريبا و يعني انت من عارف كنت الصباح هنايا وكنت تلاقيت بالعائله ديال الطفل ريان وبالناس اللي مسؤولين على عمليه الانقاذ. الوقت ما محددش، ما كاينش وقت محدد، ولكن العمليه كتمر في واحد الوقت اللي هو سريع. الرجال اللي كيعملوا في الجرافات كيخدموا بواحد الوتيره اللي سريعه باش يسرعوا من الوتيره ديال النجاح ديال هذه العمليه. الكل متجند والكل في هذه المنطقه واقف قدام. كنعرف كنشوفوا الزميل مصطفى ان هناك الالاف من المواطنين من مختلف مناطق المغرب، من مختلف المناطق المجاوره لاقليم الشتاون، على جاو من اجل الطفل ريان. الطفل ريان اللي ما كتجاوزش العمر ديالو 5 سنوات، اللي هو قابع في حفره في الظلام، ولكن اللي خلى ان المغاربه يتعاطفوا مع الطفل ريان وتضامنوا معاه هو الصمود ديالو، القوه ديالو، رغم القساوه اللي كيعيشها داخل الحفره، رغم البعد عن الام والاب، لكن اعطانا امل في الحياه بانه كيقاوم من اجل الحياه. حتى الناس ديال عمليه الانقاذ انهم كيبذلوا الجهد الكبير باش العمليه تنجح وباش تكون هذه العمليه عمليه اللي كانوا فيها بزاف ديال المتدخلين، منهم رجال السلطه، منهم رجال الدرك، منهم الوقايه المدنيه، منهم القوات العموميه، منهم المواطنين كذلك، مواطنين اللي ما بخلوش على الطفل ريان والعائله ديالو بالادعيه، ما بخلوش عليه بانه يطلبوا الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي العشيه باش ان الطفل ريان يبقى على قيد الحياه، بان الطفل ريان يخرج سالم عند والديه، عند صحابه، يرجع للمدرسه ويلعب. ونشوفوا كذلك ابتسامه الطفل ريان في المستقبل، الحاجه اللي غادي يفتخروا بها المغاربه كاملين. علاش؟ لان ريان اليوم ما كتعتبرش غير ولد عنده 5 سنوات فقط، وانما يعتبر الطفل المقاومه، الطفل اللي تحدى الظروف اللي ما يقدرش يتحداها، واحد كبير وانه باقي صامد باش انه يخرج عندنا مره اخرى. وكذلك رجال عمليه الانقاذ كانوا كيقوموا بواحد الجهد كبير بعد اصرار المواطنين على هذه القضيه انها خاصها تكون على محمل الجد. نعم، يعني كما كتشوفوا لحدود الساعه متشبعي هو متشبعي جريده هيبه بريس الان جهود متواصله من اجل انقاذ الطفل. يعني غادي يتم الحفره، يعني كما كتشوفوا ان رجال درك الملكي غادي يتموا الحفره في هذه المنطقه اللي كنتواجدوا فيها الان. راه قربوا، يعني كما كتشوفوا راه قربوا لهذه المنطقه اللي حنايا يعني فوق منها الان. يعني علمنا به رجل الدرك الملكي هنايا، قلنا حاولوا انكم تم الابعاد ديالنا نظرا يعني الخوف، يعني حيت غادي يبقاو دابا شي حفره هنايا، وخاف ان يكون واحد الانجراف ديال التربه او يكون، وما خصش يكون المواطن، ويعني حتى الخوف على المواطنين. يعني كنشوفوا ان حتى الابعاد ديال المواطن خوفا من انه يتم انه يطرى ليه شي حاجه هكا، يعني من زاويه اخرى كما كتشوفوا معنا متشبعي جريده هيبه بريس، يعني من زاويه اخرى. يعني كما كتشوفوا ان جهود متواصله ديال جميع الناس يعني اللي ساهرين، وهذا يعني شكر يعني وامتنان. كنتمنوا ان اللحظه تكون الاخيره، اللحظه اللي كينتظروها جميع المغاربه ان اليوم انه يخرج الطفل ريان في هذه الاثناء هذه ان شاء الله. كنتمنوا انه يخرج ويتم يعني واحد الحدث كبير غادي يكون ان شاء الله هو اللي كينتظروا جميع المغاربه. يا ربي تكون واحد المفاجاه ساره لجميع المغاربه، ويكون هذا الثلاث ايام. نعم نعم الاخ امين، الثلاث ايام احنا عشناها يعني بدون نوم، والله العلي العظيم ان الطاقم يعني مجموعه من الصحفيين يعني اللي جاوا المنطقه هنا ما نعسوش. الاخوان يعني متواصلين في الجهود ديالهم، وحنا خدينا على العاتق ديالنا اننا غادي تبقى هذا اللايف متواصل الى حين جميع المستجدات، غتبقى في المباشر، واطول لايف غادي يكون على قناه هيبه بريس. وتحدي واللي غادي يكون يعني بغينا الطفل ريان ان شاء الله نفرحوا به ونفرحوا جميع المغاربه ان شاء الله. ابقوا معنا متتبعين.
جريده هبه بريس في هذا المباشر اللي غادي يبقى ان شاء الله مو يعني بدون انقطاع الى حين خروج طفل ريان. وغادي تشوفوه متتبعي على المباشر الطفل ريان، غادي تشوفوه اخواني ومتتبعي جريده هبه بريس على المباشر ان شاء الله. كما كتشوفوا اخواني ومتتبعي جريده هبه بريس في هذا الاثناء راه ما بقى والو تقريبا، يعني ما تبقى الا امطار قليله متر يعني تقريبا متر تقريبا، يعني هما تيغير حيدوا غير في يعني التراب، يعني تيجروا التراب، يعني هاد الجرافات كتجر التراب شويه باش كتسهل ولوج ديال الجرافات باش تعاود تكمل الحفر ان شاء الله. يعني كما كتشوفوا متتبعي جريده هبه بريس دائما على المباشر اخواني ومتتبعي جريده هبه بريس، البارح انه تيفقد الوعي ديالو، باقي ما وصلش للبلاصه اللي فيها ريان طفل ريان وفقد الوعي ديالو، وما بالك بطفل صغير انه تحت المده صبر مده ديال ربما 3 ايام ونص اللي صابر الطفل ريان تحت 30 متر ديال العمق ديال البير. اخواني ومتتبعي جريده هبه بريس على الانقطاع نظرا للشبكه، ضعف الشبكه هنا، يعني ملي كنستمروا في البث المباشر كتضعف شويه الشبكه، غادي نبقاو متواصلين معكم في هذا البث المباشر الى حين خروج طفل ريان ان شاء الله. وهذا تحدي الموقع هبه بريس اليوم اللي غيبقى في المكان، يعني ما كاينش النوم اليوم، حنا ما ناعسينش، حنا اليوم تيخرج طفل ريان، هذا هو الهدف ديالنا، هذا هو الهدف ديالنا، يخرج طفل ريان عاد يمكن لينا نرتاحوا وعاد يمكن لينا نعسوا، لان مازال مادام ان الطفل ريان مازال مسكين ما خرجش، حنا ما غاديش ما كاينش النوم ما حتى شي حاجه، ما بقاتش والله العلي العظيم حتى يعني الماكله ما قدرناش اننا ناكلو، ما كيف يعقل انك تشوف ان طفل صغير مسكين تحت 3 ايام هو تحت 30 متر يعني في العمق ديال البير وبدون نتيجه لحدود الساعه. احنا مازال مستمرين في هذا البث المباشر اللي غيبقى مستمر الى حين الخروج طفل ريان ان شاء الله، وغتكون واحد الفرحه كبيره ان شاء الله بالمنطقه، وهذا هو الاحتفال اللي غادي نحتفلوا به ان شاء الله. كننتظروا مفاجاه كبيره متتبعي جريده هبه بريس الان، ندعيوا معاه يعني دعواتكم للطفل ريان ان شاء الله، يا ربي يخرج عند الاهل ديالو. بطل هذا الطفل ريان والله الا بطل، يعني كيف يعقل انه 3 ايام مسكين تحت الارض، والله سبحانه وتعالى اعطاه قوه كبيره، قوه خارقه انه يبقى يتحمل القساوه يعني دون صعوبه التنفس. كنعرفوا ان واحد المتطوع البارح دخل هبط عنده ولكن فقد الوعي، باقي ما وصلش عنده، يعني بقاو ليه شي ربما جوج امتار وفقد الوعي، هذا يعني كبير، هذه معجزه يعني اليوم كنشوفوها الطفل ريان. الحمد لله ربي معاه بدعواتكم يعني خوتي المغاربه، يعني نتوما يعني اللي كتدعيو معاه وكتنتظروا يعني الجديد، هاد يعني هاد 48000 متتبع اللي على المباشر، بغيناكم تبارطاجيو باش يوصل هذا المباشر ان شاء الله يعني للجميع الصفحات العالميه ان شاء الله، باش يعرفوا ان اليوم عندنا طاقم الحمد لله اللي كيسهر على الانقاذ ديال الطفل ريان، ان عندنا الناس ديال السلطه، ماشي هذيك السلطه اللي اليوم السلطه موفرة الجهود ديالها لانقاذ الطفل ريان ان شاء الله. جهود متواصله لجميع المسؤولين هنا بالمنطقه، يعني كما كتشوفوا اخواني ومتتبعي جريده هبه بريس، الناس كيتسناو، انتم شوفوا اخواني الناس كيتسناو الفوق، الناس جايين من جميع المدن المغربيه جايين هنا باش يشوفوا الطفل ريان مسكين اليوم اللي كنتظروه، ما تبقى الا لحظات قليله، الا لحظات قليله والطفل ريان مسكين يخرج عندنا ان شاء الله. يعني كما كتشوفوا هذا البث المباشر اللي اليوم احنا خدينا واحد التحدي انه غادي يبقى مستمر الى حين الخروج ديال الطفل ريان، اليوم احنا ما ناعسينش الى حدود انه يخرج الطفل ريان، ولدنا وخونا والاخ ديالنا.
نعم يعني شكرا للزميل والصديق ديالنا تما يعني متواجدين معنا هنا يعني شكرا يعني دعيو مع خوتي مغاربه انا غنقربكم هنايا من هذه الزاويه الاخرى هنايا خوتي المغاربه يعني كما كتشوفوا ها هي زاويه اخرى غادي نقربكم مازال الى حدود الساعه يعني مازال تيجروا غير الطراب كيفاش يخليو المكان باش يخليو المكان من دوز الجرافه يا ربي ان شاء الله يخرج الطفل ريان كنتمناو يا ربي انه يخرج يعني ان شاء الله يخرج الطفل ريان يعني ما تبقى الا لحظات نبقاو معنا اخواني ومتتبعي جريده هبه بريس هذا البث المباشر اللي غادي يبقى مستمر الى حين الخروج الطفل ريان وغادي نبرهنوا الجميع يعني ان اليوم عندنا واحد الدوله يعني مغربيه اللي كتخاف على الابناء ديالها يعني السلطه يعني مشات هذيك الايام يعني اليوم الطفل ريان ولد المغاربه كاملين ولد جميع السلطات المغربيه اللي اليوم تضاعف الجهود ديالها ان شاء الله باش يخرج الطفل ريان سالم العائله ديالو ان شاء الله يعني كما كتشوفوا رجال الوقايه المدنيه اللي ساهرين باش ينقذوا الطفل ريان لان ما تبقى يعني لحظات هذه اللحظات تحبس الانفاس لحظات شنقول لكم والله العلي العظيم الا تنشوف الناس هنا في عينيها الدموع في العينين ديالها كتنتظر الناس ما نعسى يعني الناس باتوا هنا الناس جايين من جميع المدن المغربيه يعني باتوا هنا امام هذا المكان هذا ما بغاوش يمشيو يعني ما ماشي بقاو هنا تينتظروا اي جديد من الناس شافوا الطفل ريان حتى هما تعرفوا معاه صدقي ما كاينش شي جديد مازال الى حدود الساعه يعني مازال ما كاين حتى شي جديد الى حدود الساعه راه ربما هما يعني تيقولوا ان ما تبقى الا امطار قليله باش يخرج الطفل ريان عند الام ديالو عند الاب وعند الاقارب ديالو وعند المغاربه كاملين اليوم الطفل ريان كينتظروا جميع المغاربه يعني كما كتشوفوا ان حشود من الناس والناس راه هنا ربما تقريبا ما يزيد على 800 سياره او وما بال يعني الدنيا عمرات نعم سيدي تفضل يعني غادي ناخذوا بعض التصاريح من عند بعض المواطنين اللي يعني اللي جاوا من مكان بعيد وكينتظروا الخروج ديال الطفل ريان يعني بقاو خوتي على المباشر غادي ناخذوا هذا التصريح ديال هذا الاخ يعني اللي جا من اقليم بعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العسل هذه اللي يسمع لها حدث العسل هذا الضرب يسمع ذاك والآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلهم تفلحون. احنا متوقف الله سبحانه عز وجل، الله يفرج عنها الأمة كاملة اللي وقفها هنايا. نعم سيدي الدعوة بغينا شي دعوة يعني على المباشر، دعيهم على الطفل ريان، دعيهم معاه. يفرج عليه وعلى الأمة القريبة. دعوة كبيرة. يفرج عليه. بارطاجيو أخوتي. بارطاجيو هذه اللحظات راه والله العلي العظيم. نعم. الأمة كاملة اللي هنا. لا أزيد من 5000 نسمة ولا 6000 نسمة. وهاد الناس كلهم أزارين واقفين الله تعالى وتوفيق مع الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب. آمين. يا ربي بينك إلا ما تفرج عليه. آمين. يا ربي تفرج عليه. آمين. الله يرزقه شي وارث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم تعالى وتبارك يبارك الأمة كاملة اللي جات. السلام عليكم ورحمة الله. نعم سيدي أجا سيدي معنا تفضل. منين جيت يا سيدي؟ منين جيت أنت؟ أنا دوار كتان. نعم. شنو اللي خلاكم اليوم تجيو لهنايا وباش تأجروا الطفل ريان؟ الله يوفق عليه، الله يخرجه بخير وعلى خير، الله نعم. يعطي الصبر للأم ديالو والأب ديالو. بقى فيكم الطفل ريان. العائلة ديالو وكلشي. نعم سيدي. شكرا. يعني كما كتشوفوا هذا راه غير نموذج قليل يعني اللي وريناكم متتبعيه هيفا بريس، هذا غير نموذج قليل، وإنما راه مجموعة ديال المغاربة اليوم اللي حجوا يعني ربما بحال يعني سيناريو ديال ان ربما يعني بحال شي يعني شي حد من العائله ديال جميع المغاربه اليوم اللي كينتظروا وبقوه ينتظروا وبحراره انهم العناق والعناق الكبير ان شاء الله غادي يخرج الطفل ريان. عفوا اخواني ومتشبعيه ببريس، دائما هذا المباشر اخواني ومتشبعي غادي يبقى مستمر دائما، جميع المسجدات على هذه الصفحه الرسميه لجريده هبه بريس. الان بقاو معنا اخوتي، دائما المسجدات على هذه القناه، هذه لقناه الشعب وصوت الشعب اللي خصنا اليوم البث المباشر ما غادي ينقطع ان شاء الله حتى غادي يخرج الطفل ريان سالم وعند الام ديالو وعند العائله ديالو. يا ربي اللهم يخرجه سالما بأمرك يا كريم وبحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تضامن الشعب المغربي كذلك الجالية المقيمة بالخارج هم قلوبهم طفل رياني والدول العربية خير مثال. نعم نعم يعني التعليقات من 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 جميع الدول العربية يعني تعليقات يعني التضامنية على جريدة هبة بريس، على صفحة جريدة هبة بريس، تعليقات من الدول العربية وكذلك الأجانب يعني تعليقات وتضامنية مع الطفل ريان أنه يخرج عند العائلة ديالو إن شاء الله. يعني كما كتشوفوا راه غير هذه اللحظات الأخيرة، لأن غير التراب يعني تي نعم في هذه اللحظات يعني تواصلوا معنا الصحفيين من مصر يعني من تونس يعني اللي كيسالوا على المستجدات وعلى الصحة ديال الطفل ريان اليوم يعني اللي كنتمناو الله سبحانه وتعالى يعاونو. اخوتي غادي نقربكم هنا. دعواتكم متتبعي جريدة هبة بريس، دعواتكم مع الطفل ريان ان شاء الله يخرج عند العائلة ديالو ان شاء الله بخير. يا ربي هذا اللايف هذا ان شاء الله غادي يبقى مستمر الى حين الخروج الطفل ريان. كنتمنوا ان تبقى الانترنت الشبكه يعني باش ما ينقطعش البث المباشر. كنتمنوا مجموعه يعني من كل شيء هنايا، كل شيء جميع المواطنين هنايا، كل شيء المواطنين هنا يعني غادي نقربوكم يعني كل شيء هنا يعني المغربيه الان هنايا امام هذا المكان الفاجعه من امام هذا هو المنزل ديال الطفل ريان. يعني كما كتشوفوا الامهات هما انتظار بفارغ الصبر من امام المنزل طفل ريان.
يعني كما كتشوفوا الامهات يعني تمهم يعني يبقاو كيأزروا اخرى ناحيه اخرى. عفوا متشبعي كنقاطع البث المباشر نظرا يعني 45 دقيقة مستمرة للبث المباشر على قناة هيبة بريس. يا رب إن شاء الله يا ربي فرج يا ربي فرج يا مجيب الدعاء يا ربي يكون مع الطفل ريان يا ربي يخرج الطفل ريان إن شاء الله. يا أخوتي يفرج عليه إن شاء الله. مصطفى واحد الفيديو قبل ما نسيفطو في الترونسفير ديالاش ديال الصريح ديال اب بلي يجي مصطفى سيفطو.